صباح الخير، اهلا ومرحبا. صباح النور. اخوكم طلال جاركم. حياك الله، انا اخوك ناصر والمدام جواهر. ما شاء الله، انت فعلا جواهر وليس جوهر. انا اهنيك على ذوقك الراقي. الله يخليك، شكرا جزيلا. خير. صباح النور. صباح النور وعلى البركه القبول. الله يبارك فيك. كم جبت بالاختبار؟ يعني درجه كويسه. اكيد فوق 90 صح؟ صراحة لا، 87.9. غريبة يعني، رغم انهم ما يقبلون احد الا لازم يكون درجاته عالية. بس شكلك بدعت في المقابلة الشخصية صح؟ على العموم انا بكون سعيد انا والمدام. صباح الخير. صباح النور. راح اكون سعيد انا والمدام اذا شرفتونا في البيت. احنا بعد يعني بنكون سعيدين، بس لو تسمحنا تونا واصلين نبغى نريح شوي. كيف تقول زي كذا؟ كل شيء موجود وكل شيء جاهز. على العموم انتم مرتاحوا والليله راح نشوفكم. اوكي؟ مع السلامه. انا اعتذر ما انتبهت، معليش. لا عادي عادي عادي. مع السلامه. سلامتك. لا عادي لا ابدا عادي. تفضلي تفضلي تفضلي. قلت لي اسمك ناصر؟ نعم انا اسمي ناصر. نعم نعم، هذه بياناتك كلها موجودة. وحتى اسمك هنا ناصر. ألو. ألو وسام. هلا والله. يلا انت حية. ايه؟ لا 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 نصاب. نزل. طب ارسل لي الحين. الحين 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 على الواتس على الواتس. الحين بسرعة بسرعة بسرعة. ايه الحين الحين. بشوف الحين. يلا. هلا وسام. شفت ملحوس يا شيخ. طب اسمع، بجيك الحين، لازم اقول لك حاجة رهيبة. ما ينفع التليفون، لازم اجيك الحين. بجيك. يلا يلا. إذا أردت شايا أو قهوة أو ماء فأطلب، كله يأتيك. هذا إذا أردت انتظاري. ولد تعال تعال بك. سم شو مسويت؟ وش مسويت؟ فشلت عند الرجاجيل، وش آخر مشاركة ذي؟ ما في شيء مكرر، كله جديد. بالله أنت مرسل في الجروب الساعة 1:25 ولا لا؟ مرسل. مرسل؟ وليه يوم ترسل؟ الناس نايمين، وراك ترسل لهم؟ جوالاتهم على الصامت. ما هو صحيح، جوالي أنا مو على الصامت، أنا ما حطه على الصامت، يوم تزعجنا ليه؟ قم 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 تعودها قم 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 يلا. حسبي الله عليك. عندكم انضباطية أنتم. تعال. سميو. شو أنت مسوي في الجروب بعد؟ ما سويت شيء. ما في مشاركات مكررة، ما في مسجات آخر الليل، ومتفاعل مع الكل. صحيح، هذا اللي ملاحظه آخر الأيام، فتحسن مشاركتك وصاير إيجابي، لذلك أنت استحقيت جائزة الربع السنوية للغروب. هاني تعال يا هاني. سمي الله. يلا يلا صح 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 صح. يلا يلا براك. مسكها زين هذه الجائزة. تعال مسكها زين مسكها زين. حنا نصورك لأعضاء الجروب حتى يعلمون أن هناك جوائز وهناك تحفيز للعضو المميز. يلا ابتسم ابتسم. يلا توكل على الله. يلا 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 مع السلامة. يا حكيم يا حكيم، أنا زادت همومي وضاقت بي الوسيعة، ما عاد صرت إنسان مبسوط ولا تكفى.
أوصني. امسك هذه الملعقة وإياك إياك أن يقع ما بداخلها. اذهب إلى الحوش ثم تعال مرة أخرى. إياك أن يقع ما بداخلها يا بني. هل رأيت ما في الحوش من حدائق غناء وتحف وتماثيل ولوحات جميلة؟ لا والله إذا كنت مركز على الملعقة. بالضبط هكذا هي الحياة، تركز على مشاكلك وهمومك وتنسى كم هي جميلة. الملعقة يا بني وبداخلها هي مشاكلك وهمومك التي تبعدك عن الحب والسعادة. وأنك حكيم ما شاء الله، الله يجزاك بالخير يا طويل العمر. أنا من اليوم ورايح ما عاد أفكر إلا بالأشياء الجميلة. سلام عليكم. صحيح الحوش الخلفي فيه رسمات ونقش وشجر ومدري وشو. جدك انت، حوش مغبر. اهم شيء الحكمة وصلت. ايه وصلت. توكل. سلام. الحكيم ابو علي رجل فيه من الحكمة الشيء الكثير. يا اخوان هذا الرجل اعرفه على مدى 20 سنة، تغيرت حياتي كاملا. رجل يحمل الحياة بيده اليمين والحكمة بيده اليسار. تفضل حكيم. ما قلته يا أبو سليمان إنما هو من جمال روحك ومن حسن أخلاقك، وأنك ترى نفسك في من تمدح، وهذا ليس بغريب عليك، فكنت فكما عهدتك رجل صادق فيما تقول، نقي في أفكارك، عاليا في 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 في, في, في أما الدنيا فهي كراكب مغادر أو تاجر مسافر أو عالم مغامر، ومن لم يدرك من الدنيا ما يريد كالطير لا يدرك من الماء ما يريد أن يبلعه. والناس طبقات. والناس طبقات. طبقات. ايوه ايوه اكمل اكمل ازدنا. طبقة تعلو بما يدعمها ويسندها، وطبقة تستعلي بما يسندها. صحيح يا حكيم. فانظر رعاك الله، فانظر إلي الطبقات أنت، ومن أي طبقات كنت، وغدا ستكون في أي طبقات غدا. أشهد أنك صادق. غدا والله. ليس من عرف الدنيا وخبرها كمن قيل له
وسمع عنها أبدا. ايش فيك يا شيخ؟ ورقمت عصا ما شر. تشوف معازيمك ذولي ما يقدرون؟ ما يهمونك، انا اسف، هذول جهال ما يعرفون الحكمه. فعلا فعلا، الجهل داء لا دواء له، والحكمه دواء لا داء بها. زدني يا حكيم. زده يا حكيم. جيبك اليوم، جيبك اليوم. حكيم كيف انا معاكم؟ والله عاد انا مدير القروب. مدير القروب اذا قال مشاركتك بايخه يعني بايخه. يا اخوي لا تشارك، ما انا بيك تشارك يا اخي. ابشر. تمر امر. الاقدام. أنا كم مرة قلت لك لا يمر على القروب أسبوع وأنت ما شاركت فيه؟ يا أخوك تعرف أنا إنسان مشغول يعني. لو أنك مهتم كان ما نسيت. اسمع، حسب الأنظمة واللوائح أبى أحذفك 3 أيام، ثم بعدين برجعك. لقد أعذر من أنذر، لا تعودها. خل جوالك، خلي جوالك. رح خذ جوالك، رح خذ جوالك. الشفافية. والله هني كنت نايم يا أخوك. تذوب يا أبو عبد الله. شايفك داخل القروب، حالتك متصل الساعة 1:25 وما رديت على البرودكاست اللي أرسله فهيد. هذا ما ينبغي ولا يصلح منك ولا يجوز أبد. شف كلها موثقتنا عندي، أقراها كاتبها وموثقها. ولا ودي أني أزعل عليك، ولا ودي أتخذ فيك إجراءات. أنت شايبنا وتسبير، فعاد لا تعودها. زين. إيه. وبعدين حاول انك تفعل مشاركاتك. ارسل لك مسج، ارسل لك برودكاست، ارسل لك دعاء. فعل حسابك يا اخي. قوانين تعبتنا يا ابو وائل. وش فيها القوانين؟ القوانين محطوطه عشان مصلحتكم. انتم تبون تمنعون خروباتكم كلها مشاركات متكرره؟ تبون ازعاجاتنا اخر الليل انتم؟ لا 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 الله يسلمك، من الجبطان ازعاج؟ ما نزعج ولا شيء. السالفه ما فيها، قلنا نبي نعيد انتخاب مدير الجروب. انتخاب لا اكثر. تقومون تحطون لكم جروب ثاني يا ابو عبد الله؟ ما يصير. قولوا تبون تعيدون انتخاب مدير الجروب. انا كنت منعتكم، انا منعت احد فيكم يترشح. علموني هالحين نعيد انتخاب مدير الجروب. انا بصفتي رئيس اللجنه الاستشاريه المشرفه العام معار القروب اعلن اعاده انتخاب مدير القروب. يلا، في احد منكم يرشح نفسه؟ يلا احد يرشح نفسه. ما احد يرشح نفسه. طيب انا مرشح نفسي، اللي ينتخبني مدير القروب لفتره جديده يرفع يده. تجمعوا، خلونا ناخذ
صورة جماعية وارسلها للقروب حتى يعرفون انكم ما شقيتم وانكم لا الحين موجودون في القروب حتى ما تسوي لهم انفسهم انهم يسوون قروبات اخرى. تعال. ابتسموا عشان يعرفونكم مبسوطين.